أنا جهزت الغداء شكرا، بس ما حدا عم ياكل. دخيلك مين إله نفس للأكل أصلا؟ وما بصير نحنا نضل بلا أكل، وكمان مشان الناس اللي عم تجي تعزي. ماشي أمي، خلي الصبايا يسخنوا لك شوربة. لا بنتي مالي قدراني. طيب بلشوا حضروا الغداء على مالكم. تكرمي. يا حسرتي يا بناتي، على طول كنت أحكي أنا ويعقوب مشان نجي نجمعكم سوا ونعرفكم على بعضكم، بس ما كانت تزبط. يظهر نصيبكم تتعرفوا على بعض بهاليوم الأسود هاد. حكمة الله. بنتي لا تضلوا قاعدين هيك مثل الغربة، ملك بالنهاية عمتك، حتى جدك زياد كان نفسه يجمعكم ويعرفكم على بعضكم. أمي أنا خسرت جدي وما بدي يتقرب لا من عمي ولا غيره هلأ. يا الله مدري شو صاير له، تصرفاتها مو طبيعية. الله يخليكي لا تزعلي ملك. ولا يهمك، أصلا ما كتير بيهمني. أمي فيني اطلع لبرا؟ ايه بنتي. لساتك هون؟ عم بستنى أمي. العمر إلكم. تعيشي. ما عاد اتصلت لأني كنت ضايع. ولساتك لهلأ؟ لا. يا ريت لو صارحتني بقرارك، ما كنت استنيت تليفونك كل هالوقت. انسى، ما أدرى موقفك، يمكن صعب عليك تتقبل اللي صار. بتمنى لك التوفيق يا سليم. بس أنا لسه ما قلت لك قراري. شو يعني؟ ما رح تتخلى عن حبي؟ بالنهاية حنان هي بنت أخي. ملك، أنا وحنان ما في بيناتنا شيء ولا رح يصير، لأني بحبك إليك. عم تفهمي؟ بس ما قدرت حاكيكي قدامهم، ما حلوة. طيب على كل حال أنا لازم شوف عمي عمران إذا لازمه شي، وبحكي معك بعدين بلا ما يشوفونا مع بعض. ماشي؟ ماشي. يلا بشوفك. شو عم تعملي؟ قبل ما نطلع من هون قلت لغصون انه تضب لنا ثيابنا، ومثل ما لك شايف عم رجعهم لمكانهم. رفيف حبيبي، انا اخذت قراري خلص. ليكي انا بعرف شو رايك بالسكنه بالقصر، مالك مضطر على شيء ابدا. بس هي عائلتنا يا عمران، ونحن لازم نتشارك بالفرح والحزن معهم، ما هيك؟ هلا انت لازم توقف جنب عيلتك، وما لازم تخليهم يفترقوا ابدا. واكيد عمو زياد رح يفرح كتير. انا شو كان ممكن ساوي بلاكي؟ انا يلي مو ممكن ساوي شي بلاك.
وقت كان أبي جنبي كنت بلا أم، وقت لقيت أمي خسرت أبي. يا الله ليش أنا أقدر هيك؟ هيك الله كاتب لنا، ما حبي خلينا نضل عايشين مع بعض، والحمد لله اللي خلاني شوفه قبل ما يموت. الحمد لله. الله يرحمه، ما شفته كيف انشهد بين إيدي ومات. قصته بتحرق القلب. الحمد لله على كل شيء، لنا سنين طويلة ما التقينا سوا، وقت اللي مسكنا إيدين بعضنا وانكشفت الحقيقة وقررنا أنا وياه نكمل حياتنا، إجا الموت وفرق بيننا. ملك، شو طالعك لبرا بهالبرد؟ ولا شي، عم شم هوا. أمي بدك تروحي؟ إيه بنتي، نحنا لازم نمشي، تأخرنا على محمود، إله زمان لحاله. خليك اليوم عنا، والله البيت بلاكي ما له جنس الطعم. كان بودي ضل معكم، بس مثل ما بتعرفي محمود وضعه صعب، ما بينترك لحاله بنوب. أنا راح وصلكن. لا ما في داعي، الشوفير برا. لا أنا بجي بوصلكن. لوين رايحين؟ نحنا صار لازم نمشي، الله يرحمه ويغفر له. لا تواخذينا، قصرنا بحقك بالفترة الماضية. ولا يهمك، ما في عتب بيناتنا. بصراحة أنا كنت حابة أحكي مع رفيف ومعك كمان، لهيك بتمنى تعطوني من وقتكن شوي وتسمعوني. بعرف جرحنا كبير، بس الموضوع كتير مهم، إذا ما بدكن منحكي مرة تانية مو مشكلة. طيب قولي هلأ. تفضلي نطلع لفوق ومنحكي على راحتنا. تأمرني بشي تاني محمود بيك؟ يعني شو بدي أكتر من هيك؟ هاي زياد ورقان ماتوا خلصنا، وكل يلي وقفوا بطريقي خلص راحوا، عقبال ما يموت عمران حتى ارتاح على الآخر يا رب. ايه طيب، إذا لزمك شي تاني أنا بالمطبخ. روحي. آخ يا محمود آخ، لو إنك طالب من الله شي طلب محرز. سيدي هيك ممتاز. تفضل ارتاحي هون. خير ست سعاد، شو الموضوع؟ أكيد أنتو كمان تفاجأتوا كتير وقت عرفتوا. فجأة إجت وحدة اسمها سعاد وقلبت لكم كل حياتكم، وبعدين زياد راح وخسرناه كلنا. الله يرحم روحه. آمين. الله يرحم. بعرف جرحكم كبير وما ناقصكن وجع راس أكتر من هيك، بس الموضوع يلي بدي أحكي معكن فيه هو بخصوص محمود. سعاد خانو منحنا. خليني كمل كلامي يا ابني. حبيبتي رفيف، أنا بصراحة خجلانة منك كتير، لأني بدون ما شوفك أو أعرفك كنت حاكمة عليكي بالنوايا السيئة، ومحمود كان هو السبب. كنت دائما شوفه زعلان ومقهور والدمعة واقفة على طرف عينه، كنت خاف عليه يصير له شي لا سمح الله بسببكن. بس هلأ لما عرفت الحقيقة متمنية تنشق الأرض وتبلعني من خجل. سعاد خانم، لشو هالحكي هلأ؟ نحن نسينا الماضي وانتي كمان لازم تنسي. أنا لازم اعتذر لكن، هلأ أي أم بالدنيا حتى لو شافت ابنها عم يغلط بتجيبه وبتحطه بحضنه، بس بالنهاية الاعتراف بالغلط فضيلة، وأنا غلطت وبتمنى أنه تقبلوا اعتذاري. لا تعتذري بنوب. بعرف ابني محمود غلط بحقكن كتير ومشي ورا عواطفه وأنانيته. أنا بتمنى منكن إنه تقدروا تسامحوه، وبرجع وبكرر اعتذاري. ولا يهمك، ولا بقى تحكي هيك، أنت مالك ذنب. وهالشي هاد خلص صار ماضي، ومحمود يمكن يكون ندم وفهم إنه كان غلطان. شو طالع بإيدي، يلي صار صار. أنا رجع لي يعقوب وعرف الحقيقة، ولو ما رجع كنت أخذت محمود وسافرت فورا. ما في داعي تسافروا، لازم تضلي جنبه لأخي يعقوب. بعدين لازم تعوضوا سنين الفراق، وهو هلأ بحاجة لألك كتير. ليكي ست سعاد، خلص نحن رمينا كل شي صار ونسينا الماضي. إن شاء الله ما بقى تشوفوا زعل ابنه. في شغلة تانية ومهمة
بصراحة زياد الله يرحمه أمني على أسهمه، كان برأيه أنه هذا الأنسب، بس أنا ما رح أقبلهم. لأنكن أحق مني، فيك تشوف شي محامي وأنا جاهزة أتنازلكن عنهم. حاسة هالأمانة تقيلة وبدي تاخدوها وتريحوني منها. مستحيل ناخد شي، وصية بابا رح تتنفذ. هالأسهم إلك، وهالموضوع هاد ما عاد ينفتح أبداً.